هذا المنصب كمستشار معاون لوزير الثقافة بخصوص توطيد علاقة الشباب باللغة العربية، وهو أمر غير سهل. وزارة الثقافة استأنسها بالتسعين فيه ليكون صلة وصل بينها وبين الجيل الشاب اللي من عمره بالمدارس لتوطيد علاقتهم باللغة العربية ولأمور أخرى معنية فيها وزارة الثقافة بتحب تقدمها لأبناء هذا الجيل. منذ صغري لم يكن هناك حب عميق للغة العربية، لكن مع مرور السنين تبين لي أن اللغة العربية لغة جميلة جدا، وهي لغة أساسية في الأدب العربي. في ظل الأزمات المتراكمة التي مرت على لبنان، أصبح أمر أساسي أن نعود إلى الجذور، لأن من دون تطوير اللغة ليس هناك تطوير الذات، ومن دون تطوير الذات لا نستطيع أن نطور الوطن، لأن الشباب هم ركن أساسي لتطوير الوطن، ولغة تكون أيضا هويتهم. في البيت فنتكلم ثلاث لغات، أتقن لغات أجنبية أخرى كاللغة الفرنسية والإنجليزية، نستطيع أن نتكلم باللغة العربية من دون أن نهمل اللغات الأخرى.